ليه انت متحفزه ان يتعمل سيرته الذاتيه؟ لا لا انا مش متحفزه. انا السؤال كان مين يعمل فايت شوت؟ ومفيش. مفيش. سؤال واضح وصريح. طب ممكن ازود انا على حاجه؟ اتفضلي. كل المسلسلات عمل سيره ذاتيه فشلت الا ام كلثوم. الا ام كلثوم واسمهان. انا اسمهان نص نص وشويه اسماعيل ياسين ونص نص بس. ايوه ماشي نص. لكن الباقي كانت بتعمل كانت ام كلثوم لانها كانت الاولى في الظهر. فاروق طبعا كان والملك فاروق لان طبعا كان متعدله حلو جدا واسمهان نجح بس نص نص. انت مش شايفه لا قوه ام كلثوم. انت مش شايفه حد يعمل فريد شوقي شكلا ولا تمثيلا؟ الفيزيكال شكل الشكل الفيزيكال ده بتالي ما بقاش بابا يا جماعه كف ايده يعني انتوا مش فاهمين حاجه. لا وكاريزما يعني في حجم وفي شخصيه وكاريزما وحضور ويعني عشان كده انا اللي قلته كده كده هو عشان يتعمل هتضطري تجيبي ممثل وجه جديد شاب عشان يبتدي المرحله الاولانيه وبعدين وسط وبعدين فانت عندك ممكن يبقوا اتنين ممثلين يعملوه او ثلاثه كمان مراحل في حياتك عشان تجيدي انك تجيبي الثلاثه بتالي دي. طيب فريد شوقي بيته في العجوزه كان هو عاصمه فن لوحده، كان ملتقى كل النجوم وكل الاعمار وكل النجوم في كل المجالات وفي الوطن العربي مين اكتر حد انت تحكي لنا بقى عنه؟ انت كان عندكم نور الشريف ومحمود عبد العزيز زكاوة. واحمد زكي زكاوة ايه دلع وزكاوة ايه بقى يعني ايه اكتر حد كانت علاقتك بيه خاصه؟ فاروق الفيشاوي الله يرحمه، قمر استاذ محمود عبد العزيز، احمد زكي، يعني دول الثلاثي اللي كان الموضوع بالنسبه لنا مختلف يعني فاروق الفيشاوي ايام اتعذب ان احنا نعمل شوربه او نعمل كيكه وحشه ولازم ياكلها يعني ايام اتعذب. ده هو كان قاعد مع الملك وعلى طول قاعد معاه وانتوا بتضربوا فيهم. ابويا بالنسبه له هو ابوه يعني. انا فاكره واحنا بنعمل ملك لير يا حبيبي الله يرحمه كان عيان ساعتها بس كان في قمه التالق على المسرح ما حسسناش ان هو عيان اصلا. انت قلتي الكلمه دي لما قابلناكي في المسرح يعني قلتي ما هو والضحك وطول الوقت بيناديني تعالي يا بنت الملك ويقعد يحكي لي وابوكي ولما رحنا وعملنا وانا ابقى سعيده يعني. هو كمان عنده من الذكاء عارف عشقي لابويا فبيقعد يسعدك وهو نفسه وهو بيحكي بيبقى في قمه سعادته يعني. كان برضو استاذ محمود عبد العزيز نفس القصه يعني انا بالنسبه له بنت فايت شوقي ف يعني يستقبلك ومره مش فاكره كنا في حته وخدني ووصلني البيت لا يعني في علاقه يشوفوا امي يجروا يسلموا عليها فدول يعني. طب واحمد زكي؟ زكاوة ده كان علاقته هو وبابا كوميديه جدا يعني. يعني انا فاكره مره هو كان ساكن جنبنا عشان العجوزه وهو كان ساكن في العجوزه برضو فمره كان عنده قرايبه من البلد فكلم بابا وقال له يا ملك انا قرايبي مش مصدقين ان انا بكلم فريد شوقي فخد ما هو معاك عشان قال له عشان تعرف انك نكره. فطول الوقت هم شغالين كده هزار فظيع وكان على طول بيجي وكان بيحب قوي العجوه بالسمنه اللي ماما بتعملها دي وكان ساعات يجي يتسحر معانا في رمضان يعني. لا واول ما بابا جاب لي عربيتي الجديده قال لي مش هتاخديني بقى تفسحيني بالعربية؟ قلت له يلا بينا ورحنا وخدنا ايس كريم يعني لا انا عشان كده بقول لك انا يعني انا يعني عشت تشبعتي بكل وشفتيهم في البيت وحضرتي معاهم فما بقاش عندي انبهار. ايه المواقف يعني عارفه الانبهار ما عنديش المواقف.